من عجائب اللغة العربية كلمة سكين في تفسير القرطبي رحمه الله، معنى وأصل كلمة سكين تسكين حركة المذبوح. من عجائب اللغة العربية الكلمة في الغالب اللي فيها حرف سين وكاف ونون في الغالب تعني الحركة أو عدمها، فكلمة سكين تسكين حركة المذبوح. كلمة مسكين لا حراك له، أسكنته الحاجة ما له حراك. فكلمة سكن، السكن يعني الواحد ليش سمي سكن؟ سكن يعني ما في حركة، يبي الهدوء والراحة. كلمة كنس في حركة، نكس في حركة. ربنا أرنا مناسكنا، الشعائر اللي هو مزدلفة ومنى والطواف والسعي فيها حركة. كلمة سكان اللي هو مقود السيارة، سكان كلمة عربية فصيحة أي يضبط السائق حركة السيارة، لا تجنح ذات اليمين وذات الشمال.